يقترب العميد من التعديل بعد ذلك الى النتيجه اللي اتحرك فيها شباك المنافس. عندنا كره موجوده نصراويه ممتازه للعميد لمسات يا احمد سامي ترجع من جديد في وسط الملعب ملعوبه الى الامام عند كوتو يرسل لك كره اماميه كوتو محاوله لصالح اللاعب ريان مينيديز بينيه من مصطفى يرسل كرة إلى كوجوجان يا سلام على المرور عدى فيها كوجوجان أطول من اللازم لكن إلى الروح الإيجابية تمريرة حلوة باتجاه جان كلود أرسلها خطيرة خطيرة تيغان هيا بلمساته وكراته وعرضياته التي يقدمها وتمريرة أمامية حاول يبعدها جواو عادت مرة أخرى لكوديجان النقلة بالأمام والتسديدة كلها 2-1 شو السالفة؟ مباراة العروبة والظفرة أيضا 2-1 كرة تصل الآن لريان اتحاد كلبة بالمناسبة يلعب مباراته رقم 21 الرسمية هذا الموسم يعود إلى المباراة ويعادل النتيجة وبالتالي مباراة الأهداف الأربعة مثيرة في شوط الثاني ضارب هذه المباراة أيضا بوجه مختلف الكرة العالية إلى سيبا يحاول بيرسل الكرة إلى كوجوجان إلى سيبا سيبا عدى تصويبة من دوزي إمكانياته جميلة محمد إسماعيل لو يجد خط وسط يدعمه راح يكون مؤثر وبصورة كبيرة خطيرة ما دامت أنضياء يعني الخطورة النصراوي مع هذه الفرقة ومع كتيبة النصر وكأنهم يريدون موسما يعودون فيه مرة أخرى وصد ثلاث ركلات جزاء بالشوط الثاني شامبيه تذكرنا بنهاية كأس رئيس الدولة قبل 5 سنوات أمام اليسرى عبد الله ناصر يحاول أصبحت مجددا جان كلود ما يعدي طارق الكرة باتجاه اللاعب جان كلود مرة أخرى جان كلود حصلها يد أبعدها إلى كوجو جان كلود كوجو عدى كوجو مر لا زال يحافظ على كرته اللاعب كودوجان مهارة كبيرة من كودوجان نقلة عرضية سيد الركنية النصراوية تأتي الآن للأمام والمحاولة لازالت خطيرة جان كلود يعيدها التصويب حلوة الله وتعادل في مناسبة واحدة مع العين 3-3 وخسر في مناسبتين من العين في ربع النهائي في مباراة العودة ومن اتحاد كلبة في تحديد المراكز ثاني هدف في الفريق في هذا الموسم أيضا من رصيد 7 أهداف هذا كوجوجان المقيم يتقدم الآن يحاول بيرسل كرة عرضية لأن يلعب ديربي عندهم الديربي نعم ديربي الجارين في دانة الدنيا دبي هذه فرصة أكثر اللاعبين عملا وتحركا في هذا الشوط يبحث بشكل جاد عن عرضيات عن محاولات علي عيد يدخل في تشكيلة النصر صاحب 21 سنة يعني أسماء شابة النصر سيواجه الإمارات في استاد آل مكتوم كرة منقولة الآن لمصلحة فريق نادي النصر في وسط الملعب توسير بدل ضايع ايضا يقدر بدقيقتين التمريره كودو في مناسبه وواحد واحد في مناسبه عند النصراويه انتصارات كبيره في عصر الاحتراف يا توزيع لعب للنصر ضد الوحده لمسات جميله للعميد لا زلنا ننتظر عمل افضل من جانب النصر لكنه لم يقدم كل ما لديه حتى اللحظه مع الظفراويه الله على استلام جان كلود في الجهه اليسرى الكعبيه كره القدم المباراة الكبيرة هنا على استاد آل مكتوم حيث معقل غيره من اشقاء اللي موجودين في عالم الساحرة المستديرة لكن منصور يتواجد مع نادي الوحدة وماسكارا هدفين وليمة وحبيب الفردان ويتذكر النصراوية كذلك مباراة 5-1 من النتائج الكبيرة ضياء 7 يأتي بتمريرة خلص كونجو لكن مقطوع لكن مرتدة الآن قد تكون لو راحت هناك لو راحت هناك لو راحت هناك راحت
والوقت بات ضيق على الامارات. الظفرة يلاقي عجمان، مباراة مهمة جدا للظفرة. والتمريرة لا زالت مستمرة، التصويب المنتظر تأخر فيها جيفرسون دوغلاس. انطلاقة نصراوية، عبد الله انور يعيدها باتجاه توزيف. توزيف بدأ يصطاد اللعبة، وبالتالي البطاقة الصفراء حضرت والفرصة الوصلاوية. محمد إسرور تبعد الآن، ومصنف على مستوى بطولة الدوري أن يكون حاضرا وبقوة. هذا هكذا كانت الأحاديث التي ساشا بيخلص، عادت مرة أخرى تبديلات بالجملة لنادي النصر، دفع بكم محتسب بدل الضايع، أيضا انتهى، كرة تعود، محاولة وحكم المباراة. يسجل خورفكان في مرمى العميد الهدف الرابع، كرة منخورة الآن لمصيا، كرة تتحول مرة أخرى توصل لمصلحة فريق النصر إلى كونتو في وسط الملعب. الوقت يمضي خلاص، لم يتبقى الكثير، أقل من 7 دقائق تفصلنا عن، وبالتالي مجموعة من المباريات ستكون قادمة نتمنى أن تكون مليئة بتقليل الضغط الرهيب الذي يمارس من جانب النصر خلال تحركاتهم الهجومية. بعض الفرص التي تبذل، الله على مهارة جميلة، مهارات جميلة، عد وتقدم وواصل، يعود النصر ليهدد. ضياء، ضياء سرعة يتقدم كوجو جان، الكرة معه بيرسل الكرة وانتو مع طارق، عادت إلى كوجو، عرضية، الاستلام وصلت من كوجو. طحنون، طحنون نقل كرة لسالم، سالم سومحي، سومحي حاول بيها، سومحي عنده 6 أهداف سجلهم فيها. كرة بتعود مرة أخرى، محاولة لي سوزي مقابل لا شيء، لمسه في الجهه اليمنى، لا زال التهديد يتواصل. كره للامام باتجاه ديوب، اصبحت الان الى ضياء، وضياء 7 راح حاوله للامام، ديوب يحاول فيها، تصبح الكره الان باتجاه جان كلود. محمد هو من ابعد الكره، جوجان الكره وصلت، لا شفنا كوجو النصر ولا لاب العين، الكره وصلت الان من جديد الى حسين الكاس، الاخطاء فيها احيانا لا تعوض، الخروج يعني خساره البطوله وليس الامر كما في بطوله الدوري. الكره تغيير اتجاه اللعب، استلام مثالي من جانب فيليب، يا سلام هات وخذ،